أو يعطي شوية حق المتضررين والعائلات بتاعهم ويحمل المسؤولية بما فيه الكفاية خاصة للهيكل اللي متدخلة فيها الحادثة هذه. أنا نعتقد أن التقرير هو تقرير تقليدي لا أكثر ولا أقل مع شكري لكل جهودها، لأن حالة متاع حوادث الطرقات على البلاد التونسية هي حالة مشخصة منذ زمن طويل، وإحنا عندنا دولة الأولى والثانية في العالم التي فيها حوادث الطرقات. لا نستحق إلى حادث مرور إضافي بحجم فاجعة عمدون حتى نشخص الأوضاع تشخيص دقيق. بالتالي أنا نقول هذا ثابت التشخيص. المشكلة في الحلول ليست في التشخيص. الحلول التي اقترحت أنا أعتقد هي حلول تقليدية. أولاً إحنا عندنا مشكلة ثقافية كبرى في المرور، يجب أن نعود أبنائنا على حسن احترام الطريق العام. المرور، قيادة السيارات هي ثقافة. ثانياً إحنا عندنا مشكلة في الصفقات العمومية والرقابة على الطرقات العمومية. متى سنتخلص من الرشوة على الطرقات العمومية؟ ثقافة الرشوة الموجودة على الطرقات العمومية في الحمولات الزايدة، في البشر الذين ينقلون بطريقة زايدة على الطرقات. متى سنتخلص من الفساد الذي ينخر الصفقات العمومية على الطرقات، المواصفات غير دولية في الطرقات، وهذا يؤدي إلى حوادث مرور. يعني الأزمة عميقة في هذا الموضوع، ليس تشخيصا سطحيا، هي مسألة ثقافية بدرجة أولى، ومسألة ثانيا هي توفير إمكانيات طرق سيارة غير موجودة ومحدودة، لأن يعني طرق السيارة تقلل من حوادث المرور. يعني الأزمة مشخصة ولكن الحلول هي التي يجب أن تكون مبتكرة. ولكن فما نقطة لم يأتي عليها التقرير، هل أنه من خارج عن مسؤولية اللجنة أنها تتحدث في التعويضات، التعويضات المالية، جبر الضرر لأهالي الضحايا، اللي هي أهم نقطة ممكن المتفرجين من أهالي الضحايا جرحى وهم متوفين يستنيوا حتى نقطة إشارة أنه تتم اللجنة قاعدة تتابع في ملف التعويضات إن وجدت إن حق لهذه العائلات. هل أنه ترى هذه نقطة مخلة بما جاء في التقرير؟ يعني هو جبر الضرر هي مسألة قضائية بامتياز ما بين شركة التأمين والقضاء، ومتابعة ضرورية في هذا الموضوع، وربما كان يجب تنبيه الناس إلى أنهم سنتابع وصول حقوقهم إليهم بسرعة، لأن مرفق القضاء ربما يعطل سنوات، وشركات التأمين تستفيد من طول الانتظار لأن الأموال التي ستدفعها تبقى تشتغل بها في البنوك، وهذا أيضا يضر أيضا بحقوق وصول الحقوق لأصحابها، وهي نقطة هامة جدا لم تتبعي إليها اللجنة. ولكن الأهم من هذا هو كيف نحمي المستقبل، وكيف تحول تونس إلى دولة عادية في حوادث المرور، ليس الدولة الأولى أو الثانية ولا تقع في وجع كبرى. هذا أهم موضوع موجود عندنا، ولا أعتقد الحلول التي قدمت إذا لم تركز على ثقافة الطريق وعلى إمكانية الرقابة. نعطيك مثلا على ذلك، يعني الشاحنات التي تتنقل، شاحنات لا نخضعها للرقابة الآلية، ما نعرفوش الحمولة عليها مطابقة للمواصفات ولا مش مطابقة. أيضا السواق الذين يقودون الشاحنات، التعب الذي عليه هم، يعني بعد 4 ساعات هل يتوقفون على العمل كما يجب حتى لا يرتكبوا أخطاء في القيادة؟ يعني تعرفي هذه كلها ظروف إمكانيات مادية وبشرية. المسألة الثقافية هي المحددة، كما عملت برشا دول تثقيف مواطنينا سبيل إلى الخروج من كثير من المشاكل. يعطيك الصحة، شكرا لك. مش نحكي شوية عن اسمه الصغير، مش نحكي على ربما أهم ملف مطروح توا حاليا في الساحة السياسية، بخصوص ملف الشبهات الفساد والتضارب والمصالح الموجهة لرئيس الحكومة. نعم. فما يعني اختلاف في الآراء. تونسيين أمريكي. فما اختلاف في الآراء ما بين من يطالب بالاختفاء ربما بالاستقالة ولا بالكشف عن الحقائق، وربما من اللي يحكي عن الفراغ السياسي في الدولة لو ثبتت التهم الموجهة لرئيس الحكومة. رأيك سي مبروك؟ يعني أنا شوفي، أنا ديما نمتع كل الناس بقارينة البراءة، ونعتقد اللي طالما أنه لم يصدر حكم قضائي فالناس أبرياء. يعني أنا في مستوى السمعة الذاتية للأشخاص ديما نحب نكون تربية الحقوقية وأفكاري ما تسمح ليش بأن نوجه التهم جزافة. ولكن الآن رئيس الحكومة بعدما جاء سيد رئيس لجنة هيئة مكافحة الفساد وأدلى بشهادته أمام اللجنة البرلمانية، أعتقد أصبحنا في حالة صعبة، خاصة مع الحديث عن سرية الجلسات. نعم، يعني حالة صعبة، وهذه الحالة الصعبة يجب أن يتعامل معها السيد رئيس الحكومة بكل جدية. بالتالي أنا نصيحتي ليها أنه يأخذ قرار إرادي منه في التعامل مع هذا الموضوع، ولا يترك الأمور للزمن. ترك الأمور للزمن قد يفاقم المشاكل ولا يحل المشكلة.